اهلا بحضراتكم من جديد. كل سنه وحضراتكم طيبين وبلدنا دايما طيبه وبخير. خلاص ابتدى موسم حصاد القمح الثاني وهو الموسم الربيعي. زي ما حضراتكم عارفين عندنا موسمين لحصاد القمح، موسم شتوي وموسم ربيعي. وطبعا مع يعني التداعيات اللي بتحصل اقليميا ودوليا، مساله القمح وقد ايه دي مساله غايه في الاهميه وسلعه استراتيجيه هامه جدا بالنسبه لنا، وفي ظل الوضع السياسي والاقتصادي العالمي اللي بنعيشه ومع كمان الأزمة الروسية الأوكرانية، اتضح للعالم كله مسألة أنه هناك تحدي جديد اسمه توفير القمح. ويمكن شفنا السنة اللي فاتت الحكومة المصرية قدمت خطة للوصول للاكتفاء الذاتي من القمح، وحصل توسع في الزراعة ووصلنا تقريبا لزراعة 1.5 مليون فدان من القمح خلال 3 سنين، وده كان طبعا بتوجيهات من سيادة الرئيس لعمل حوافز كتير للمزارعين والفلاحين لتشجيعهم على زراعة القمح. وشفنا كل التسهيلات اللي تمت، وشفنا استماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه لطلبات المزارعين علشان نوصل بالرقعة الزراعية للمطلوب علشان نقدر بإذن الله نحقق الاكتفاء الذاتي. ايه اللي هيحصل في هذا الموسم وايه الجديد اللي بتقدمه وزاره الزراعه للمزارعين لتحفيزهم لزراعه القمح؟ دلوقتي هيكون معانا على التليفون دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، ويعني لو تحدثنا كده عن ملامح الموسم الجديد لحصاد القمح وايه اللي بيتم جديد مع المزارعين، ايه الطلبات الجديده اللي عندهم فيما يخص موسم حصاد القمح الربيعي. مساء الخير يا استاذ هدير، واشكر حضرتك شكرا جزيلا. والحقيقه طبعا زي ما حضرتك قلتي احنا بنتكلم على ملف مهم جدا هو ملف القمح، ملف الامن الغذائي للمواطن المصري. والدوله كانت بادئه خطوات من 2014 في تحقيق الامن الغذائي للمواطن المصري، خطوات لزياده المساحه المزارعه وخطوات اخرى لتعظيم انتاجيه الارض. على مثلا احنا بنتكلم على القمح تحديدا، هنلاقي احنا حصل زياده في الانتاجيه الخاصه بالتقاوي بشكل كبير. احنا تضاعفت الانتاجيه عندنا، ودي خلتنا نوصل لاكثر من 70% من الاقماح المنزرعه في مصر بتكون معتمده على تقاوي جديده، تقاوي بتدي انتاج اعلى. والحقيقه الفلاحين لاحظنا اهتمام كبير منهم وحرص على ان هم يستخدموا التقاوي الجديده او التقاوي كانت احد طلباتهم المستمره يعني. طبعا، وده بيخليهم يقدروا يحققوا انتاجيه اعلى ويعظموا انتاجهم بشكل كبير وتزود لهم في حجم الانتاج، وكمان تتحمل الظروف الجويه والمناخيه المختلفه اللي بدانا نشوفها في نتيجه التاثير او الاثار وتداعيات التغيرات المناخيه اللي بشهدها العالم. صحيح. ده كان محور من المحاور اللي احنا بنشتغل عليها ومحور التقاوي. المحور الثاني كان توفير مستلزمات الانتاج، واحنا كان عندنا حرص من الدوله على توفير تقاوي على توفير الاسمده المدعمه للمزارعين خصوصا صغار المزارعين. ووزاره الزراعه اطلقت تطبيق ليقدم للمزارعين الاسمده ويعمل حوكمه لتوفر الاسمده من اول ما بتخرج من المصنع لحد ما بتوصل للفلاح، والى جانب ان عندنا منظومه كارت الفلاح اللي هدفها برضو ان احنا نضمن وصول الدعم المستحق ليه. فده كله علشان ناكد ونضمن جوده توافر مستلزمات الانتاج والاسمده، اضافه الى عمليات الارشاد اللي بدانا نكثفها سواء بالارشاد التقليدي او بالارشاد الالكتروني او بالتطبيقات زي تطبيق مساعد ذكي الفلاح هدهد او باقي التطبيقات اللي تم تنفيذها علشان نوصل المعلومه السليمه للفلاح علشان نحقق افضل انتاجيه ممكنه. وده في النهايه بينعكس على حجم انتاجنا، بينعكس على زياده الانتاج. هي كانت من فتره يعني قريبه كنا بنتكلم في متوسط 10 ل 12 ارداب بالفدان، النهارده احنا بنتكلم في 18 ل 20 ارداب بالفدان، يعني تقريبا ضاعفنا انتاجنا. لو حافظنا على نفس المساحه احنا بنضاعف الانتاج بتاعنا، وده بالفعل بدانا نشوفه. الى جانب ان الدوله كمان بدات تنشئ صوامع جديده واماكن جديده لتشوين القمح عشان نقدر نخزن القمح اللي بنحصده، وبالفعل ده رفع الطاقه التخزينيه عندنا. يمكن السنه اللي فاتت احنا مخزنين 4.2 مليون طن من القمح، وان شاء الله هذا الموسم يكون في عمليه التوريد يكون في زياده في عمليه التوريد. المستهدف قد ايه السنه دي يا دكتور؟ والله ان شاء الله هيبقى اعلى اكيد من السنه اللي فاتت، ولكن احنا كمان عملنا هذا العام تحفيز للفلاحين علشان نشجعهم على عمليه التوريد، الى جانب ان احنا كمان عاملين توريد يعني فيما يخص تحديد السعر مقدما. وده ولا حضرتك قصدك حوافز اخرى؟
احنا عندنا اول حاجه، احنا كان سعر اللي كان تم تحديده كان قبل موسم الزراعه في نوفمبر الماضي، احنا حددنا السعر ب 1000 جنيه ثم رفعنا السعر عند موسم الحصاد بناء على توجيهات فخامه السيد الرئيس ل 1250 جنيه عند موسم الحصاد. ثم عند بدايه موسم التوريد بناء على توجيهات فخامه الرئيس برضو اعادنا دراسه السعر وتم رفع السعر الى 1500 جنيه، يعني سعر التوريد القمح ال 23.5 نقاوة ب 1500 جنيه، يقدر الفلاح يورده وياخد الفلوس على طول. تم عمل أكثر من 450 نقطة تجميع علشان تستقبل من الفلاحين، الفلوس بتتصرف لهم خلال 48 ساعة، عشان كده احنا بنناشد اخواتنا الفلاحين يروحوا يوردوا لوزارة التموين أو للصوامع التابعة للدولة مباشرة. ويمكن كان معالي وزير الزراعة عقد اجتماع مع وكلاء الوزارة للزراعة والطب البيطري للبحث الامور المتعلقه، وكان على راس هذه الامور هو ملف القمح ومتابعه عمليه التوريد. ان شاء الله احنا مستمرين في متابعه عمليه التوريد عشان نضمن افضل نسب توريد ممكنه، الى جانب ان معاه يعني القرار كان بيقول ان هو اختياري طبعا مع بعض الضوابط اللي تكون موجوده، ولكن ده لان احنا حاطين سعر تحفيز للفلاح، وان شاء الله يكون سعر مجزي يشجع الفلاحين على زياده عمليه التوريد لصوامع التابعه للدوله المصريه. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.